هذه التجارب التجديدية بتلويناتها المذهبية والطائفية وقديمها وحديثها وراهنها تكشف أمامنا أصالة مدرسة هي مدرسة آل البيت عليهم السلام، نظرا لما تضمنته من عمق وأصالة وتميز على مستوى الطرح، على مستوى التناول، بل فيها أيضا إشارة موضوعية واستجابة للتكاملية وللعالمية. لا أتحدث بمنطق المذهب، بل أتحدث بمنطق المرجعية التكاملية، وهذه المرجعية التكاملية إذا عدنا إلى أصلين من أصول العقيدة التي تميز مدرسة آل البيت وهما العدل والإمامة، وهما أصلان أساسيان بإمكانهما أن يقدم لنا الحلول. الغرب استنادا إلى هذه آفة القطيعة المعرفية الإبستيمولوجية وإلى آفة الأميات، إنما هو بسبب غياب مرجعية عدالية واستنادها بالمقابل إلى باراديغم الحرية. فعلينا أن نعيد الاعتبار تفعيلا للعدل، لأن من شأن العدل أن يعبر بنا من الوحي في عمقه الكلياني إلى سياقه الاجتماعي التاريخي الزماني. وغياب العدل هو تأسيس للعلمانية وتأسيس للوضعانية. فالعدل هو الذي ينقل لنا التصورات الدينية إلى أن تتحول إلى سلوكات قيمية اجتماعية، إلى حركة تاريخية. وبغياب العدل إنما تنتفي كل مبرراتها. ثم تنزيلا على مفهوم الإمامة ضمن الدائرة الاجتماعية السياسية اللي هي ستعمل على تفعيل العدل، العدل. ليس كمنظور نظري وأفق معنوي مجرد، بل كسياق حضاري قيمي عملي قابل للتطبيق.